حبايبي شلونكم اليوم راح اشرح لكم المحاضرة الخامسة لان الاكثرية طلبوها وان شاء الله الفيديو الجاي يكون المحاضرة الثامنة Lecture 5 immunoglobulins or antibodies الاجسام المضادة immunoglobulins are glycoprotein molecules هي جزيئات من بروتينات سكرية that are produced by B cells والتي تنتج بواسطة خلايا ال B cells in response to an immunogene بسبب استجابتها للمستضدات B lymphocytes الخلايا اللمفية B are differentiated into plasma cells تتميز إلى خلايا بلازما that secretes antibodies التي تفرز ال antibodies antibodies are important in adaptive immune response الأجسام المضادة مهمة في المناعة المكتسبة especially in humoral immune response خصوصا في الاستجابات المناعية الخلطية يعني أثناء نقل أعضاء من شخص إلى آخر Antibodies found in the serum and tissue fluids الأجسام المضادة توجد في السيرم والسوائل النسيجية Thus antibodies ولذلك الأنتيبوديز can be found يمكن أن نجدها in two forms بشكلين Membrane bound مرتبطة مع الأغشية and secreted antibodies أو بشكل إفرازات antibodies can differentiate differentiated into several classes as following الأجسام المضادة تتميز إلى عدة أنواع as following كالتالي, IgG, IgM, IgA, IgE, and IgD IgM is the main antibody in the primary immune response IgM هو الانتيبودي الرئيسي in primary immune response في الاستجابات المناعية الأولية while IgG is the main antibody بينما IgG هو الرئيسي in secondary immune response في الاستجابة المناعية الثانية there are two main properties of antibodies هناك خاصيتين رئيسية للأجسام المضادة specificity النوعية Biological Activity النشاط الحيوي Functions of Immunoglobulins وظائف الأجسام المضادة Neutralization of Microbes and Toxins معادلة الميكروبات والسموم Activation of Complement System تفعيل النظام المتمم Opsonization الأخبار عن وجود دخلاء FC Portion الجزء FC of the antibody للجسم المضاد bind to an FC receptor يرتبط مع المستقبل FC on the phagocytic cells على الخلية البلعمية e-xenophil أو الخلية الحامضية mast cells أو خلايا mast and basophils أو خلايا القاعدية facilitating لتساعد فاجوسايتوسيس في البلعمة. The efficiency of this process فعالية هذه العملية is markedly enhanced تحسن بشكل ملحوظ if the phagocytes combine the particles with high affinity إذا استطاعت البلاعم أن ترتبط مع الجزيئات بألفة عالية high affinity هسه شنو الأفينيتي؟ الافينيتي هي قدرة الجسم المضاد على انه يرتبط مع الانتيجينات المستضدات يعني هي قوة الارتباط بين الانتيجين والانتيبادي يعني كل ما كانت هاي القوة اقوى كل ما كان الافينيتي اعلى الافينيتي جدا مهمة ركزوا عليها This binding هذا الارتباط يمكن ان يفعل The to perform some function الخلايا لتنفذ بعض المهام Agglutination with microbes and foreign bodies التحبب أو ارتباط الأنتيباديز مع الميكروبس والأجسام الأجنبية Immobilization of microorganisms تشل الكائنات الدقيقة Precipitation interact of antibodies تفاعل الأنتيباديات with a soluble antigen مع أنتيجينات قابلة للذوبان Forms a precipitate لتشكل راسب which phagocytosis and destroyed by phagocyte والذي يكون مبلعم ويتدمر بواسطة البلاعم Placental transfer عبور المشيمة Immunoglobulins only IgG has the ability to cross the placenta فقط الـ IgG له القدرة على عبور المشيمة from mother to fetus من الأم إلى الجنين structure of immunoglobulin تركيب الأجسام المضادة The structure of immunoglobulin is illustrated in figure 1 تركيب الأجسام المضادة يتوضح في الشكل واحد The Ig monomer جزيئة الإميونوغلوبيولين الأحادية is a Y-shaped molecule تكون الجزيئة على شكل حرف Y that consists of four polypeptide chains والتي تتكون من أربع سلاسل متعددة الببتيدات linked covalently by والتي ترتبط بشكل تساهمي بواسطة disulfated bonds أواصر ثنائية الكبريت two identical light chains اثنان من السلاسل الخفيفة متطابقة identical 22 كيلو دالتون and two identical heavy chains وسلسلتان ثقيلتان متطابقتان 55 كيلو دالتون تزن 55 كيلو دالتون Each heavy chain is consist of كل سلسلة ثقيلة تتكون من 440 أمينو أسيد 440 حامض أميني While the light chain includes بينما السلاسل الخفيفة تحتوي على 220 أمينو أسيد 220 حامض أميني The light chain found with two forms. السلاسل الخفيفه تكون بشكلين كابا and لامدا لو كابا لو لامدا. Each type of antibody contain كل انتي يحتوي على one type of light chain نوع واحد من السلاسل الخفيفه either kappa or lambda لو تكون كابا لو تكون لامدا Each light chain covalently attached كل سلسلة خفيفة بترتبط بشكل تساهمي to one heavy chain إلى سلسلة ثقيلة فيا عن طريق disulfate bridge جسر كبريتي شوفوا أصدق هاي light chain سلاسل الخفيفة وهاي السلاسل الثقيلة الهيفي تشين أما هاي فهي الأواصر الكبريتية